هذا هارد ايش يسمون؟ بميموري مشكل، وهاي الميموريات حطيناها بهذا كل كم واحد؟ الله يرحمه في 5 ميموريات. ضغط على النوبه تراضي بعد النوبه. هذا جي بي اس. هوية شيء هوية؟ كلاب ولد كلب هوياته ما ادري شلون. كلاب هذا بس يتورقهم. بس شنو لقينا النسب ماله ورقه زين هي صح يا سيدي طيب ماخذات ما يعني قوه قوه ماخذ قبل شو اسمه عمر ابن جاس ابن شاف ابن عبد الله ابن وصل الى عريس نبي هذا هذا كتاب النقل مال مشان ولايه الجزيره عمر جاس مشات عبد الله ابو حفص وهذا الهويات كلنا ابو حفص مكتوبه اثنين هذا الاخر مال الجبايه بالله وين وصل الجبايه ماله مال البيت عمر جاس وصل الجبايه هاي الاخرى كتاب ابو حفص اللي يجي مبين ما حد يعبر خلاص دحج عليه شلون يعبروا ادب فهم يلا شوف حرام اللي يعبر الطير الطاير يلا شوف لازم اول سلاح صالح مع نفس الاولى سعيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قام ابطال الفوج الطوارئ الثالث شرطه نينوى بقتل هذا الارهابي الذي حاول العبور والتسلل من الساحل الايمن الى الساحل الايسر بعد الهزائم النكراء التي تلقاها داعش. هذا الارهابي المكنى بابا حفص وهو عربي الجنسيه وعلى اثر سعودي. أقول من هنا لأهلنا في محافظة نينوى هؤلاء الأوباش هم الذين جاءوا لكي يجسدوا ما قالوه في يوم من الأيام أنهم دولة إسلامية وهم دولة لا إسلامية لأن الإسلام لم يأمر بهذا ولكن كما ترون كلمة الله وكلمة الحق هي التي تعلو الآن هم جثث مرمية على ضفاف الأنهار وفي الساحل الأيمن وإن شاء الله بهمة وعزيمة أبطال شرطة نينوى سوف لن نسمح لأي واحد منهم أن يعبر إلى الساحل الأيسر وسيكون جثث مرماة في النار إن شاء الله. بعد بس هو شوف الفيلم يعني هذول الكبار ولا عايزين يهزمون. بس سيدي هذا مو جاي بلاش هذا جاي ليقود المكان معين السلام عليكم